سمي يا شيخ أنس، صفحة رقم 29. حسن المشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حديث عظيم في عقوبات المعاصي. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي بكلوب أحد شق. بكلوب بشد تشديد اللام بكلوب. أحسن الله إليكم. وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. أحد شقي أحسن الله إليكم. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق، انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، نهر ثم عنده يأتي قد جمع. قد جمع عنده حجارة كثيرة، نعم. وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق، انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق، انطلق. قال: فانطلقنا، فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، شطرون وشطر شطرون أحسن الله إليك شيخنا فدخلناها فتلقان فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت راء.
قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذا كمنزلك. قال: فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل صعودا، الربابة فسمع بصري صعودا. أحسن الله إليكم. قال: فسمى بصري صعودا أو صعودا صعدا، صعودا إيه؟ نعم، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك أما إنا أما سنخبرك إنا سنخبرك. قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما الولدان وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. نعم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل رداء، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا، واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود، له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وعليه الكرماء وصحبه الزهداء. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في اللقاء الثاني والمجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على مختصر الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله تعالى. ومطلع مجلس اليوم من هذا الحديث العظيم الذي قرأه الشيخ أنس، والحديث عند البخاري رحمه الله تعالى، وفيه بعض الأشياء التي تحتاج بعض الإيضاحات. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 29: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيه مشروعية طلب تفسير الرؤيا، لا سيما إن كانت حسنة، وأما إن كانت سيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستعذ بالله ولينفث على يساره ولا يخبر بها أحدا. قال: وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد، يعني أن هذا يشدخ رأسه وترمى الصخرة الكبيرة على رأسه فيتشقق رأسه ويتهدهد الحجر. وفي الصفحة رقم 30 قال: فانطلقنا في السطر الأول، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب هي الحديدة الطويلة التي في رأسها انعطاف وانعكاف، مثل المشجب الذي يسموه اليوم العلاقة، التي نعلق عليها الملابس، الجزء الذي يعلق بالدولاب الانعكاف الذي في رأسه هذا هو الكلوب، ومثل الحديدة التي تجر بها السيارات، هذا شبيه له، هذا هو الكلوب. والكلب في اللغة كل ما يتعلق بشيء آخر، ولذلك سمي الكلب كلبا. وأصل إطلاق الكلب في اللغة هو لكل الضواري التي تتعلق بالفريسة.
ففي أصل الوضع اللغوي الأسد كلب لأنه يتعلق بالفريسة ويفترسها، والنمر كلب، وكل السباع تسمى كلبا في أصل الوضع اللغوي، ثم غلب الاسم على الحيوان النابح المعروف اليوم الذي يسمى كلبا. فهذا جزاؤه أنه يؤتى بالكلوب فيوضع على شقه على جهة فمه من الجهتين من اليمين ومن اليسار، يشق الفم شقا، وكذلك أيضا المنخر مدخل الأنف أيضا يشق شقا بهذا الحديد المؤلم، ويتجدد هذا العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وفي منتصف الصفحة 30 قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور مثل الفرن الكبير الذي تخبز فيه التميس والخبز ونحو ذلك. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. واللغط في اللغة هي الأصوات المتداخلة التي لا تفهم من كثرة الصخب، ويعني أنهم يصرخون. قال في بعدها بثلاثة أسطر: قال: فانطلقنا فأتينا على نهر، ومن حيث اللغة يصح أن نقول النهر والنهر بإسكان الهاء وفتحها، وكما هي طبيعة المجالس الحديثية ونحو ذلك، فإن الفوائد والتعليقات تكون مرة حديثية ومرة فقهية ومرة لغوية ومرة تربوية، وهكذا يعني تتماوج بنا هذه الفوائد. وفي آخر السطرين قال في صفحة 30: قال: قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فاه فيلقمه حجرا، هذا جزاؤه، يرمى بحجرة في فمه ويتكرر عليه هذا الأمر. ثم قال بعد ذلك في صفحة رقم 31، قال في السطر الرابع: قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، من حيث الضبط لهذا الكتاب ورأيته في صحيح البخاري، إما أن يقال روضة معتمة أو روضة معتمة، وهي الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن التي فيها نبات وأشجار كثيرة، فهي التي تسمى روضة. فالرياض جمع روضة، فالروضة هي الأرض ذات الخضراء والبستان الحسن، ومنه سميت مدينة الرياض عاصمة السعودية الرياض، إذ كانت يعني حولها بساتين وهذه الأشياء الكثيرة، فسميت رياض جمع روضة. وقال: فروضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وفي بعض الضبط من نور الربيع، النور الزهر الذي يكون في الشجر. ثم بعد ذلك قال في صفحة 31 نفسها في آخر خمسة أسطر: قال: فتلقانا فيها رجال، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. يعني هؤلاء الناس الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في جسدهم صفتان: جزء منهم غاية في الجمال والصورة والبهاء والحسن والنضارة، وجزء منهم فيه قبح شديد، وذلك أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثم جاء في تتم الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم وتجاوز عنهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. ثم قال بعد ذلك في الصفحة 32 في السطر الرابع: قال: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه بكسر الفاء، وكذلك فيرفضه بضم الفاء لغتان. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. الذي يرفض القرآن هو الذي لا يعمل به، لا يعمل به، وينام أيضا عن الصلوات المكتوبة، فهذا جزاء الذي لا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحكمه في أموره، ولا يجعله حاكما وقانونا يسري به في حياته. ثم أيضا قال بعده: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه بالكلوب، أي يجرجر ويشق شدقه جانب فمه إلى قفاه، إلى الخلف القفا، والمنخر أيضا إلى القفا، كل هذا يشق ويعاد عليه هذا العذاب. قال: فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأصدق ما ينطبق عليه هذا هو في زماننا هذا، زمان سرعة نقل المعلومة. لكم أن تتخيلوا لو أن شخصا افترى على عرض رجل أو عرض امرأة فكذب عليه وراجت تلك الكذبة وغطى التويتر والفيسبوك والإنستغرام، ما جزاؤه عند الله هذا الكاذب الأثيم؟ وما جزاء من ينقل الإشاعات والأخبار الكاذبة والأثيمة؟ وما جزاء الذي ينقل الأشياء التي حرم الله سبحانه وتعالى نقلها من الكلام على العورات ومن كذا ومن كذا؟ فلذلك ينبغي
للإنسان أن يحتاط ويحذر وألا يرسل في هذه الوسائل شيئا إلا أن بعد أن يتثبت من صحته. فإذا تثبت من صحته ينظر هل هذا الأمر موافق لشرع الله سبحانه وتعالى أم مخالف لشرع الله، فإن كان مخالفا فإنه لا ينقله، فإن كان موافقا ورأى أن المصلحة في نقله فإنه ينقل، إذ ليس كل صحيح يصلح أن يقال. وذلك قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فثمة أشياء لا تعقلها قلوب العامة ولا تعيها خواطرهم وعقولهم، فعقولهم دون ذلك. والبلاغة كما قيل، وأن تعطي لكل مقام مقالا. فهذا الذي يحذر منه: الإشاعات، إدخال الإرجاف على الناس، الأخبار الكاذبة، سيفعل كذا، سيكون كذا، ويدخل الناس في حيص بيص، وهذا مما كله هو مما لا ينبغي. ثم قال بعد ذلك: وأما الرجل الكريه المرآة عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. هذه فائدة إيمانية عقدية. فمن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة إيمان بهم مجملا، والملائكة الذين عرفنا أسماءهم يجب أن نؤمن بهم على التفصيل، كجبريل وميكائيل ومالك ونحو ذلك ممن عرفنا أسماءهم، فيجب أن نؤمن بهم إيمانا على التفصيل، يتحقق لنا الإيمان بالملائكة. هذا الحديث حديث عظيم جليل، وحقه أن يفرد بدرس طويل، لكن المجال لا يستوعب هذا الأمر. سمي شيخ أنس. أحسن الله إليكم شيخنا. فصل: من آثار الذنوب والمعاصي في الأرض. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث بأنواع من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل وينحط بركتها. ما يحل بنا من الخسف، من ما يحل بها من الخسف. ما يحل بها من الخسف والزلازل وينحط بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم. الشيخ أنس لو تقترب من الميكروفون يا شيخ أنس، الصوت فيه بعد. الصوت ضعيف؟ أي صوت بعيد، لو تقترب من اللابتوب. الصوت الآن واضح؟ أي الآن أوضح. طيب شيخ، ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. ولذلك في أمس يوم أن تحدثنا قلنا إن مسألة الذنوب هي التي أفسدت الدين والدنيا، وهي التي جرت على الناس وعلى أرزاقهم وعلى حياتهم كل الويلات. وهنا أمران مهمان ينبغي التنبيه إليهما. الأمر الأول كلمة هنا أمران مهمان قلنا الأمر الأول كلمة أن الناس إذا يعني أنكروا على سبيل المثال على أهل الشذوذ أو نحو ذلك، فيقال إنهم ما ضروا أحدا، إنهم ما ضروا أحدا، فهذا الكلام ليس بصحيح. فإن شؤم المعصية والبركة التي تمحق من الأرض ومن الأرزاق لا تقتصر على ذلك العاصي وحده، لا تقتصر على ذلك العاصي وحده، وإنما هذا الأمر يتعدى إلى الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكل إنسان هو داخل تحت كلمة الناس، فهذه الذنوب والمعاصي كلها تؤثر. وكذلك أيضا ما يقال دائما بأنها حرية شخصية،
وأنه إذا لم يتعدى على حريات الناس ونحو ذلك فإنه لا ينكر عليه أو لا يقال له أخطأت أو لا يطالب بإيقاف ذلك العاصي، كما قلنا في مسألة الشذوذ وغيرها من سائر الذنوب والمعاصي، فإن هذا كلام غير صحيح. فإن هذا كلام غير صحيح، فقد تبين هنا في هذا الباب أن هذه المعاصي مضرة بالجميع ومضرة بالأرزاق والثمار والمحاصيل وفي كل شيء. فلذلك إنكار المنكر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب على الجميع، لكن حسب المراتب. من استطاع أن يغير بيده فهذا هو الواجب عليه، ومن لم يستطع إلا بلسانه فهذا المتعين عليه، وإن لم يستطع إلا أن ينكر بقلبه فهذا واجب. فلا يعذر أحد عن مرحلة الإنكار بالقلب، يجب على كل أن ينكر بهذه المرحلة، هذا أدنى الواجب الذي لا يعذر أحد بتركه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل من عقوبات الذنوب والمعاصي. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما في غيرته فالغيرة أحسن الله إليكم فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته أشدهم وعموم. غيرة غيرة جزاك الله خير. وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. وفي الصحيح أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. ومن يهين الله فما له من مكرم. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه. ولا ينتهي أحسن الله إليكم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد،
ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف مرضا قوته مخوفا، مرضا مخوفا. بارك الله فيكم أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين، ضلع الدين. وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ولقد طيب، أحسن القائل. لحظة يا شيخ أنس، هذا أبشر الباب شيخ. طويل نقسمه قسمين. هذا الباب أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر آثارها على المجتمع وعلى الأرزاق وعلى الأحوال، ذكر العقوبات التي ينالها ذلك العاصي، فذكر أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، والغيرة أصلها مادة تنشأ من الغضب، أصلها مادة فيها شيء من الغضب، كمن يغار على حريمه وأهله على عكس الديوث البارد الذي لا يحرك ساكنا، قد صار طبعه كالخنزير الذي لا يجد أدنى غيرة على نسائه ولا على حريمه. فهذه المعاصي تضعف نار الغيرة، وسر المسألة في ذلك أنه إذا مارسها وتشرب طبعه بها، أنه لا يجد إن وقعت لا يجد أدنى حرجا فيه أو في أهله أو في غيره، لأنه يراها كالشيء الجبلي والطبيعي الذي لا يمكن الانفكاك عنه. ثم ذكر في الصفحة 34 في منتصفها، قال: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهي أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعهم. إذا كان الإنسان، فإن الله لا يعبد لولا الحياء لما عبد الله. من حيائك أن تعلم أن الله خلقك، وأن الله سبحانه وتعالى أحياك في بطن أمك بين الفرث والدم والمياه، ولم يتسرب شيء إلى أنفك، فرعاك خير رعاية، ثم بعد الإنجاب هداك النجدين، ثم هذا يوجب لك الحياة. فالذي لا يعبد الله ولا يوحد الله سبحانه وتعالى هذا ما يستحي. كذلك من أعظم ما يحمل العبد على بره بوالديه هو الحياة، فإن الإنسان إذا لم يكن له حياء ينسى فضل والديه والتعب الذي تعبا لأجله والنصب والشقاء الذي نالاه من أجله ورعايته. فلذلك عظم حقوق الوالدين وصار من شر الذنوب فيما بين المخلوقين. فهذا الأمر قال: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وذلك بسبب الاستمرار والإدمان على الذنوب. هذا هو السبب، وذلك بسبب الاستمرار على الذنوب والاستمرار عليها. ثم ذكر أيضا في الصفحة 35، قال: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره. وذلك ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أنه إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا أمر ظاهر، أن من عامل الله سبحانه وتعالى بالإخبات والعبادة والمحبة فإن الله يحببه إلى خلقه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في هذه المناسبة أو في مناسبات أخرى، ليس معنى هذا أن تحبك البشرية جمعاء، لا، هذا أمر متعذر،
فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم تحبه كل لم تحبه كل البشرية، وإنما سيحبك الذين في قلوبهم الخير. هذا المقصود، سيجعل لهم الرحمن ودا ويوضع له القبول في الأرض، أي عند أهل الخير والصلاح. وأما أعداء الدين وأعداء الملة فلا يزالون ينصبون العداء لأهل الدين وللدين. وكذلك أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحببه الله إلى خلقه، ومع ذلك تجدون أعداء السنة أن أعظم راو من رواة الحديث يتجرؤون عليه هو أبو هريرة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يضع له القبول عند أهل الخير والإيمان ونحو ذلك. ثم أيضا بعدها قالوا من عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه. وهنا ملحظ عقدي مهم، النسيان في لغة العرب له معنيان. النسيان في لغة العربية له معنيان. المعنى الأول الذهول عن المعلومة وعدم إدراكها بسبب ذهابها، الذهول. وأما المعنى الثاني للنسيان فهو الترك عن عمد. أعيد مرة ثانية، النسيان في اللغة العربية له معنيان وإطلاقان. المعنى الأول هو الذهول عن المعلومة وتفلتها بغير إرادة من الإنسان، كأن يحفظ الإنسان شيئا وينساه، هذا يسمى نسيانا. وأيضا النسيان من معانيه الترك المتعمد، ولا يزال هذا الناس يتكلمون به في الدارجة، يقولون فلان فلان ايش رايك فيه؟ فيقول لك انسى موضوعه. ايش يعني انسى موضوعه في العاميه؟ يعني اترك موضوعه. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالنسيان بالمعنى الثاني الذي هو التخليه والترك العامد. واما العبد فيوصف بالمعنيين، بالذهول عن المعلومه ونسيانها وبالترك المتعمد. فالله سبحانه وتعالى لا يذهل ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يترك العبد ويتركه إلى الشياطين وإلى أصحاب السوء يذهبون به في أودية الدنيا، فلا يبالي الله به حيث هلك. هذا معناه، أنها تستدعي نسيان الله للعبد وترك أن الله يتركه، ويخلي بينه وبين النفس الأمارة بالسوء والشياطين حتى يكون كالدابة للشيطان. ثم بعد ذلك قال ومن عقوباتها أيضا أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان. وأورد بعده حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يعني أن الزاني كافر، وتنبه لمثل هذه الأشياء التي لا يتنبه لها الخوارج ويكفرون أصحاب الكبيرة. عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة مسلم، لكن معنى هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه في الوقت الذي يباشر فيه تلك الفعلة الشنعاء يرتفع الإيمان عن قلبه، ونور الإيمان لا يباشر قلبه. هذا هو معناه لا يزني الزاني حين يزني، أي وقت زناه ووقت مباشرته هذه الفعلة القبيحة. فعند أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يكفرون، ويصلى عليهم ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين. ثم أورد بعض اللوازم التي تأتي من الذنوب من الهم والحزن والعجز والكسل، أنها تضعف القلب كما مر معنا يوم أمس، أنها تضعف القلب وتجعله يعني فيه من الخور والوهن والهلهلة والضعف الشيء الكثير الذي لا تستقيم له الحياة ولا السير إلى الله، لأن السير إلى الله بالقلوب وليس بالأعمال. السير إلى الله بالقلوب لا بالأبدان، عفوا، السير إلى الله بالقلوب لا بالأبدان. فإنك تجد الشيخ الكبير المسن الذي احدودب ظهره وتقوست عظامه تجده يقوم لله قائما. وقد قال أبو إسحاق السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا قوتكم، يعني هذا بعدما كبرت سنه وتقدم وشاخ، قال فوالله إني ما أستطيع أن أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. هذا بعد ما كبرت سنه، فكيف في شبابه إذا؟ وأما الشباب فإنهم لا يكادون مع ما فيهم من الجلد والقوة في العضلات، فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا الليل بمثل هذه السور إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. وما فيهم من العضلات تجد الشاب الفتي الجلد القوية لا يستطيع أن يزيح عن نفسه الغطاء والبطانية ليقوم لصلاة الفجر، وتجد الشيخ المسن الذي يرتجف عظمه بردا يستطيع القيام للصلاة والذهاب إليها. فالسير إلى الله هو بالقلوب وليس بالأبدان. نعم يا شيخ أنس. أحسن الله إليكم شيخنا. ولقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم،
فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم، صلوب الجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الإله الأعظم الذي من دخله كان من حصن الله، الآمنين. فإن الطاعة حصن الله الأعظم. أحسن الله إليكم. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلم. ملابسا ملابسا أحسن الله إليكم. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه، فيستوحش ويستوحش منه. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، فمن ذا له من بعد ذلك يكرم. يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. بين العالمين. أحسن الله إليكم.
ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد. والوري؟ لا لا، هو الورعي بكسر الراء. نعم، أحسن الله إليكم. والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظائر ذلك كثيرة. أبوك شيخ أنس، هذا الباب طويل، لحظة. نعم شيخ. بدأ القارئ حفظه الله ورعاه الشيخ أنس بصفحة 37 بقراءة الأبيات التي أوردها ابن القيم: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. النقمة ضد النعمة، يزيل عنه النعمة ويحل بدلها النقمة، ولذلك آكد وجوه شكر النعمة أن تستعملها فيما أمرك الله بها، هذا من أعظم الشكر. فليس الشكر قاصرا على اللسان، يقول الإنسان بلسانه الحمد لله وجوارحه تأبى ذلك الحمد، فليس هذا حمدا وليس هذا شكرا. قال: وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم، أي شديد الثقل، لأنك تأتي يوم القيامة وقد ضربت هذا وسفكت دم هذا وأخذت مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا انتهت حسناتك طرحت عليك سيئات وطرحت إلى نار جهنم عائذين بالله منها. قال: وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. هذه من أبدع الأبيات في هذه القصيدة وهذه الأبيات. سافر بقلبك، لا تتمكن جوارحك من السفر وركوب الطائرة، سافر بقلبك، انظر الذين مضوا، اقرأ سير الذين ذكرهم الله في القرآن، والقصص الماضية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، وانظر إلى ما سطره ابن القيم ما قرأناه يوم أمس من عذابه بقوم لوط، ومن عذابه بثمود وعاد وقوم نوح، وتأمل أين عاد، أين فرعون ومن ملك الأهرام ولا وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، سيعيد أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أي بني اسمع وصايا جمعت مللا خصت بها خير الملل، إلى آخر ما قيل في نامية ابن الوردي. فهذا مما يجعل الإنسان يعلم أنك مهما امتلكت من الدور ومن الأموال ومن الجاه ومن المنصب أنك سائر سبيل هؤلاء الذين مضوا، إن أحسنت
كان لك حق اسم المطيع والأواب والمحسن والكريم والفاضل ونحو ذلك، وإن كان عكس ذلك كسيت حتى بعد موتك بتلك الأسماء التي هي ضد هذه الأسماء. وأيضا ذكر في الصفحة التي في نفس الصفحة قال: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فيظل قلبه ضعيفا، وهذا شاهد. ومما ذكره في مما يذكر في هذا الباب فولتير الملحد المعروف، تقول ممرضته في حاله في الليل، تقول ممرضة فولتير: لو أعطيت كل أموال أوروبا فلا أريد أن أرى شخصا ملحدا عانى مثل ما عانى فولتير. تقول: كان يصيح طوال الليل طلبا للمغفرة. فولتير كان يصيح طوال الليل، تقول ممرضته هذا. والسير فرانسيس نيوبرت يقول، وهذا رئيس نادي الملحدين في بريطانيا، كان يقول لمن حوله وقد كان على سرير الموت والهلاك: لا تقولوا لي لا يوجد إله فأنا الآن في حضرته، ولا تقولوا لي لا يوجد جهنم فأنا الآن أحس بأني أنزلق فيها تعسا، وفروا كلامكم فأنا الآن أضيع، إنها النار التي لو عشت 1000 سنة لكذبت بها، ولو مضت ملايين السنين لما تخلصت من عذابها، آه آه إنها النار. هكذا كان يقول. فالذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى والذي يلحد، بمن إذا بلغت الأزمات ذروتها بمن سيلوذ؟ عندما يصير الأمر أكبر من أن يحتمل بمن يستجير؟ عندما تضيق الصدور ويغان على القلوب وتسود الحياة بمن يلتجئ؟ حين لا يجد قرآنا يقرأه فيزيل به همه، ولا تسطع على قلبه شمس اليقين لتنهي له تلك الغفلات وتلك الظلمات، أين سيجد البلسم الذي سيزيل عنه هذا التعب؟ وفي المقابل فإنا نجد الطمأنينة والسكينة والراحة في أهل الصلاح إذا حالة وفاتهم، كما قال بلال بن رباح رضي الله عنه مستبشرا في يوم وفاته: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فهذا كله من آثار الذنوب، أنها تضع في الإنسان الخوف والقلق والفزع والرعب، وتجعل القلب غير ساكن. وأيضا ذكر بعد ذلك في صفحة 38 قال: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب. وبخصوص الإلحاد والنقطة التي تكلمت عنها قبل قليل، هذه كتبت فيها مقالا بعنوان جحيم الروح والجسد، إن شاء الله سيرسل إليكم في القناة بعد درس اليوم بإذن الله تعالى. ذكر من عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طريق العلم. نعم، الذنوب حوائل وحواجب وموانع، ولذلك في الأبيات المعروفة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وذكر أيضا في الصفحة 39 أن ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، وإذا قيد القلب طرقته الآفات، لأنه لا يستطيع الانطلاق، قيدته الذنوب فكانت له كالأغلال والأشياء التي تصفده وتمنعه من السير. واعلموا يا إخواني ويا أخواتي أن الإنسان وسط بين جنسين، أن الإنسان وسط بين جنسين. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة والناس وخلق الدواب والبهائم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وسخرها للعبادة وذللها لذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلق البهائم وسلط عليها الشهوات، خلق البهائم وسلط عليها الشهوات، وخلق العبد وركب فيه هذين الأمرين، أمره بالعبادة وركب فيه الشهوات. فإذا كانت عباداته عبادات كثيرة وترتقي بها ارتقى إلى مقربة من الملائكة ومن العالم العلوي، وإذا سفل واتبع شهواته البهيمية وغريزته ولم يكن له هم إلا إشباع الغرائز من البطن والفرج ونحو ذلك كان إلى عالم البهائم أقرب. فالله سبحانه وتعالى خلق البشر وسطا بين الملائكة وبين البهائم. ثم ذكر في الصفحة رقم 40
بعد ذكر الآيات واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، قال في آخرها فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. وانظروا إلى العلماء الذين بقيت أسماؤهم، ما زالت الإمام ابن القيم ما زال علمه يقرأ، ما زالت الحسنات وأرصدة الحسنات تجرى له لأنه تعلم وعلم. وانظروا إلى جنائز أهل الخير والعلم والفضل والصلاح، انظروا إلى جنازة الشيخ محمد صالح اللحيدان، انظروا إلى جنازة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، انظروا إلى جنازة العالم المحدث أحمد بمبا الذي مات في نيجيريا قبل أيام. فلتعرفوا الفرق بين من مات على الصلاح والخير وبين من مات على الفسوق وضد ذلك، وتلحقه لعنات البشر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. المعذرة، أين وقفنا؟ في الصفحة رقم 41 في منتصفها، ومن أعظم عقوباتي أنها توجب القطيعة. جزاك الله خير. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإذا أعرض عن الله تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمر فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، نفث في فاتقوا الله. روعي نفث في روعي. أحسن الله إليكم. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك عن التفصيل على التفصيل. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين.
ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعميه أضعفت بصيرته، ولا إن بد لم تعميه تعميه. أحسن الله إليك. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعميه أضعفت بصيرته، ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف أضعفت فاته. بصيرته، أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته. مفعول. جزاك الله خيرا. فإن لم تعمه أضعفت بصيرته، ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته، فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القومي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصف القوي هنا خطأ في الطبعة، في مثل رأس الميم هو خطأ. القوي في تنفيذ الحق. أحسن الله إليكم. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام 4 أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم عند الله. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد ويغلون الأسعار. جزاك الله خيرا، ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث، من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين. وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، على من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن على أن من عداهم فهو من الخاسرين. نعم. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصير عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده بمعرفة الحق إليه. والصبر عليه. معرفة الحق والصبر عليه. نعم، أحسن الله إليك شيخ. ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. يمد به يمد. نعم شيخ، جزاكم الله خير. أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم به على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه. وهذا غاية الجهل. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها.
ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصلة وتقطع الواصلة، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإنما الذنوب هي أمراض، متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدت، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، نعود إلى صفحة 41. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وربه تبارك وتعالى، لأن الصلة الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب إلا طاعته. الله ربهم وهم عباده، من اقترب إلى الله اقترب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته له والسير على منهج الله سبحانه وتعالى واتباع حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن كذلك ضل عن الطريق كما تضل البعير. ثم ذكر في آخر الصفحة قال: وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل ذلك على أن الذنوب مؤثرة على الأرزاق ومؤثرة على الزروع والثمار ونحو ذلك. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ولولا البهائم لم يمطروا. إذا حصل الجد والقحط يبلغ في بعض الأحيان أنه لولا البهائم ما نزل المطر. فتبلغ البشرية من كثرة الذنوب والمعاصي والخسة واللؤم ما يمنع الله القطر عنهم، فإنما ينزل القطر والمطر رحمة بهذه البهائم، حتى صارت البهائم أكرم على الله سبحانه وتعالى من البشر. ثم قال بعد ذلك في الصفحة 42: وفي الحديث إن روح القدس هو جبريل، والقدس يصح بإسكان الدال وضمها كما هي قراءة ابن كثير والجمهور. إن روح القدس نفث في روعي، الروع هو القلب والنفس، والروع هو الخوف، فالروع بفتح الراء هو الخوف، ارتاع خاف وفزع، وأما الروع هي القلب والنفس. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، إلى آخره. قال في آخر الحديث: وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وانظروا إلى ما قرأت عليكم من حال الملحدين عند الموت. ثم بين مسألة مهمة، قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. قد يقول قائل: إن ابن القيم قال: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. ونجد كثيرا من الفاجرين والفاسقين وأعداء الدين عندهم من الأموال والقصور ونحو ذلك، فهل هذا دليل على أن الله أعطاهم بمحض المحبة؟ نقول: ليس كذلك، إنما السر في هذا أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الصالح التقي الطائع، يعطيه القليل ويجد فيه الخير والبركة، ويكفي احتياجاته ويسد له عوزه. وكذلك أيضا يعيش عمرا قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له فينجز في عمره القليل ما لا ينجز في أعمال كثيرة. وانظروا إلى النووي رحمه الله تعالى،
عنده المجموع، وعنده المنهاج، وعنده الأربعين النووية، وعنده رياض الصالحين، عنده من الكتب ما لو اجتمعت جامعات الدنيا على كتابة مثله لم تطق ذلك. ومع ذلك عاش 45 سنة النووي. هذه هي البركة، أنه ينجز في الوقت القليل، ينجز في الوقت القليل، والشيء الذي لا ينجزه غيره الذي تصرم منه الأعمار. فكذلك سعة الرزق. ولا يعني أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، ليس معناه فقط البال والرزق، المال لا، قد يكون هذا المال الذي في يد الفاجر الفاسق ابتلاء واستدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعطيه الله ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. وسيأتينا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة معناها حياة القلب، واضح؟ الحياة الطيبة معناها حياة القلب، وليس معناه أن يكون عنده أموال وقصور فاخرة وسفن ماخرة وكذا، لا، ليس هذا المقصود. إذ لو كان هذا مقصود الآية لكان الأنبياء أغنى الناس، ولكان الدعاة إلى الله أغنى الناس، ولكنهم على العكس من ذلك. كان نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يجوع يوما ويأكل يوما، ومرت عليه 3 أهل في شهرين، وما أوقد في بيته نار. فمعنى فلنحيينه حياة طيبة هي انشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم، والحياة التي يجد فيها الانشراح ونحو ذلك. وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد كلام حوله بمعناه. وأيضا ذكر في الصفحة 43 قال: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، العلم الذي يكرم به نفسه ويرفعها المقامات العلية السامية. فانظروا إلى شراب الخمر من أرباب البطالة، فإنهم يشربون الخمر ويسقطون في الطرقات وتضيع أوقاتهم، ومع ذلك يضيعون حقوق أولادهم وزوجاتهم وبنيهم، فيريدونهم المهالك إلى الذلة بعد العزة، وإلى الفاقة بعد الجدة ونحو ذلك. ثم أيضا ذكر في الصفحة الرابعة والأربعين قال في منتصفها قال: ويضيقون الديار ويغلون الأسعار، أي هؤلاء أرباب الذنوب والمعاصي والفجور، بسببهم تضيق الديار وتغلى الأسعار. وقال: ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. الشنار معناه القبح والشناعة، الشنار معناه القبح والشناعة. وأيضا قال: يحسب كل سوداء تمره كل بيضاء شحمة. يحسب ويحسب لغتان جائزتان، وثبتت بها القراءات السبعة. ثم في الصفحة 45 ذكر في منتصفها: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، فالعدو الدائم للإنسان هو الشيطان، والله قد قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى قد أعطى زمام نفسه إلى الشيطان، سلم زمام نفسه إلى الشيطان، فأعان الشيطان بنفسه على نفسه فسلمه نفسه. ثم أيضا قال: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. وبين أيضا أنها تورد الإنسان المهامه، وتورده مقام الذلة والصغار والعار والشنار. فانظروا كما قلنا أصحاب المخدرات والمفترات يسقطون في الشوارع، وربما تنكشف عوراتهم، ويدعى أهلوهم وذووهم: تعالوا شيلوا ولدكم، قد سقط في الشارع ثملا، وشرب الخمر، وضرب فلانا، وكسر سيارة فلان. فيأتي من العار والشنار بسبب هذه الذنوب وهذه الجرائم، فإنه يعني يجد فيها عيبا كبيرا على نفسه. ثم ختم الباب في الصفحة 46 بخلاصة قال: أنها تستجلب مواد الهلاك في العبد. قال: فإنما الذنوب هي أمراض، إنما الذنوب هي أمراض، فهي أمراض على القلوب، والقلوب هي المحركات، وهي مركز إرسال العمليات إلى البدن، فيكون البدن خائرا فاترا لا همة له في خير ولا علم ولا صلاح، تتصرم منه الأوقات والأشياء الثمينة دون أن يشعر بها. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: العقوبات الشرعية. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها فإن لم تأثيرا في ترعك ترعك أحسن الله إليكم فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضر العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم
وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على المعصوم المال والنفس. على مصوم المال. أحسن الله إليكم. وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إلاج الحشفة في فرج حرام، حشفة وخفف حشفة بارك الله فيكم وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف في هذه فرج العقوبة في فرج في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة، وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة، والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهم الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. أورد هذا الباب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأشياء التي تنال المجتمع والعاصي نفسه بسبب الذنوب والمعاصي، فبين أن الناس من الناس من يتعظ بمثل هذه الأشياء إذا علم أن الله سيقطع عنه بره وخيره وأنه سيصير إلى العار والشنار، من الناس من لا يتعظ بهذا. فأورد بعده العقوبات الشرعية، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالسلطان الله سبحانه وتعالى يخوف به المجرمين ويكون سيفا في هذه الأرض على الذين يخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى. فأورد جملة قال: فإن لم ترعك هذه العقوبات، فإن لم تفزعك هذه العقوبات من السقوط من عين الله ومن ميتة القلب ومن الوهن في البدن والضع والقلب ومن فساد الدين والدنيا، لم تخوفك هذه، فاسمع العقوبات الشرعية التي سيقيمها عليك السلطان إذا باشرت. فأورد جملة من الأشياء كقطع اليد في السرقة وإلاج الحشفة في فرج حرام يعني الزنا، وأيضا أورد بعض الأشياء. ثم ذكر في صفحة 47 قال: وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه. مقصده بهذا من زنى بمحارمه، من زنى بإحدى محارمه، وهذا أمر تنفر منه الطباع نفور الرجل الشريف الأصيل، لكن هذا نوع من الشذوذ الذي هو موجود وقد حصلت وقائع في مثل هذا، وكثير من المواد والإباحيات تروج لمثل هذا اليوم. فلذلك لا تستبعدوا مثل هذه الأشياء، ولولا أن هذا الدرس درس مختصر وتعليقات يسيرة لكان هذا الكلام، هذا الموطن يعني موطن إطالة وتبيين لبعض الأمور، لكن الوقت يدهمنا وأخشى أن لا نستطيع الإنهاء غدا، ونخشى أن نعطي يوما ثالثا يوما رابعا، وربما هذا يعني لا يناسب بعض الحاضرين، سننظر فيه على كل. فقال: وفرق بين رأس العبد وبدنه، أنه يقطع رأسه إذا زنى بذات محرم منه، وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد، والمذاهب الأخرى تختلف. مذهب الإمام أحمد أن من زنى بإحدى محارمه سواء كان محصنا أو غير محصن فإنه يقتل. ثم قال أيضا بعد ذلك: أو ترك الصلاة المفروضة، تركها تركا بالكلية فإنه يكفره القاضي وينظر في شأنه. قال: أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله
وقتل المفعول به، وهذه فعلة قوم لوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتموهم فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من يفعل هذا الفعل الشنيع فأمره إلى القتل. ثم قال: وأمر بقتل من أتى بهيمة، وأمر بقتل من أتى بهيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى بهيمة. قد من يقرأ في مثل هذه الكتب يظن أن هذه الأشياء، يظن أن مثل هذه الأشياء غير حاصلة، هي موجودة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث الأخير الذي سنقرأه يوم غد، أن الشذوذ الجنسي يا إخواني ويا أخواتي لا تظن أنه نوع واحد، أنه ذكر مع ذكر ورجل مع رجل. الشذوذ الجنسي كلمة كبيرة. من الشذوذ من يتبهم طبعه فيأتي البهيمة ويقضي حاجته في البهيمة، كما ذكر هنا قال: وأمر بقتل من أتى بهيمة. قد يقول قائل: كيف لعاقل أن يفعل هذا؟ هكذا هي الطباع البشرية، إذا سارت خلف شهواتها ونزواتها فإنه ينتهي بها إلى مقام لم ينتهي بها إلى مقام لا تصل إليه البهائم، عافانا الله وإياكم. فقول قال: وأمر بقتل من أتى بهيمة. وهذا الحكم مختلف فيه، وابن القيم حنبلي المذهب، هذا الحكم مختلف فيه. جمهور أهل العلم أن من أتى البهيمة يعزر، ومذهب الإمام أحمد أنه يقتل، فلذلك أورده هنا جريا على المذهب الحنبلي. ثم قال: وقتل البهيمة معه. لو أن إنسانا أتى بهذه هذه الفعلة الشنعاء وقضى شهوته في بهيمة، ما حال هذه البهيمة؟ في المذهب أنها أن هذه البهيمة تقتل، ليس معناه تقتل ترجم أو تعذب، لا، إنما تذبح. لماذا؟ لأنه فرارا من محظورين، إذا أنزل ماءه في هذه البهيمة يمكن أن تنجب خلقا مشوها، تنجب إنسانا لا هو إنسان، تنجب ما هو إنسان ولا هو بحيوان، فيصير مشكلا. وكذلك إذا كان مأكول اللحم قد يفسد لحمه، لأن البهيمة لم تهيأ لأن يكون فيها ماء الأنسي الآدمي، فلذلك قالوا تقتل البهيمة. وفرق بعضهم إن كانت ليست مأكول اللحم أنها لا تقتل، ثم تفصيلات على كل. فهذا الذي نذكره. ثم قال بعد ذلك: فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم. هنا يقول نظرية الدين في العقوبات الشرعية، هذه نقدر نسميها إيش؟ التعزير هي العقوبة التي غير محددة، إنما ينظر فيها القاضي ويحددها، يمكن أن تكون سجنا، يمكن أن يكون شيء يؤخذ من ماله، يمكن أن تكون غرامة، يمكن أن تكون جلدا، يقدرها القاضي، هي عقوبة غير محددة شرعا، هذا هو معنى التعزير. فالشاهد من هذا يعني نظرية العقوبات الشرعية في دين الإسلام، قال: ما كان الوازع عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى بالتحريم. قال: كأكل الرجيع وشرب الدم. فطرة الإنسان تأبى أن يأكل الغائط أو يشرب البول، واضح؟ فلذلك الدين لم ينزل عقوبة كبيرة في هذا الشأن. لماذا لم ينزل فيه حدا فاصلا؟ لماذا؟ لأن فطرة بني آدم أصلا تنفر من هذا، أن يأكل البول، أن يشرب البول أو يأكل الغائط أو يشرب الدم أو يأكل الميتة. حتى الحيوانات أجلكم الله لا تأكلوا الميتة، فلذلك هذه ما رتب الشرع عليها عقوبات كبيرة. قال: واكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا فاصلا قاطعا كأكل الرجيع. قال: وما كان فيه الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته، كمثلا الجنس بين الجنسين الذكور والإناث، الفطرة داعية والنفوس تتجاذب والشهوات تتداعى إلى بعضها البعض، فوضع الله حدا وعقوبة كبيرة لئلا يحصل هذا التماهي وهذا التقارب المحرم، فلذلك وضع هذه الحدود. ولذلك أيضا القتل يمكن الإنسان أن يقتل لمصلحة في قلبه، يمكن أن يقتل لأنه يريد مالا، يمكن أن يقتل لأنه يريد كذا وكذا، فلذلك هذه الأشياء وضع فيها هذه الحدود. والحدود لها بعض المتعلقات التي سأذكرها على عجالة، أن يعني تعطيل الحدود وعدم إقامة الحدود هو من أعظم أسباب انتشار الجرائم وخفوها في المجتمعات، من انتهاك الأعراض والأموال والسطو والسرقة وغير ذلك. وأما الاكتفاء بالسجن كما يقال في النظريات المعاصرة،
فإن السجن لا يردع بعض المجرمين. لماذا؟ لأنهم يخرجون ويرجعون، وربما يواصل جرائمه ويروج مخدراته من داخل السجن. وقد ذكرت إحدى الأستاذات المصريات، سمعتها تتكلم في هذا، عن رجل من حيهم أنه دخل السجن مرارا في شأن السرقة، ونفسه تكره السرقة، لكن طبعه تشرب هذا الأمر فقطع يده بنفسه، فقطع يده بنفسه. وصدق ابن القيم في روضة المحبين لما قال أن أهل الجرائم تصل بهم الحال أحيانا إلى حال لا يستلذون بالفاحشة والجريمة، ومع ذلك لا يستطيعون تركها. يصل. وسنعلق على هذه الجزئية لعلاقتها بالشهوات إن شاء الله في الجزئية الثالثة. وأن كذلك أيضا الحدود زواجر، الحدود زواجر وموانع، وتمنع الناس من الوقوع في المعاصي. لماذا؟ ذكر لنا أحد المشايخ قديما لما كان حد القصاص يقام في جهات قريبة من ساحات الحرم، يقول إذا في مرة من المرات كان حاضرا وقطع رأس أحد المجرمين، يقول بعد قطع الرأس كثير من الناس لم يهتدوا إلى موضع سياراتهم، ضاع عقله، ما هو عارف وين حط سيارته من هول ما رأى. فهذا الهول هو الذي يجعل الناس، وهذا الخوف هو الذي يجعل الناس يبتعدون عن انتهاك الأعراض، ويجعل الناس يبتعدون عن القتل وعن الجرائم وعن قطع الطريق وكذا وكذا إلى آخره. فتفعيل الحدود هو الأمر الذي ينهى الناس عن هذا. وتجدون من ينكر الحدود في الإسلام كحد الرجم مثلا، ماذا حاله لو اغتصبت زوجته؟ كيف سيكون حاله لو اغتصبت بنته؟ لو اغتصبت أخته؟ ألن يرى في حد الرجم عدلا؟ ها، الجواب قطعا إن كان ذا فطرة لم يكن ديوثا، فإنه سيجد أن حد الرجم لا يتنافى مع هذه الجريمة الشنعاء. ومن هنا يعلم أن تعطيل الحدود هو من أعظم أسباب انتشار الفساد بكل صورها. فهذه الحدود الله سبحانه وتعالى وضعها ورتب عليها حكما كثيرة، منها حفظ حدود الله، ومنها رعاية حقوق العباد. الحدود تحفظ حقوق العباد، وفي أيضا تأمين المجتمع من كل صور الرذيلة والفساد. وأن الحدود نفسها كفارة لنفس المجرم، فمن قتل حدا فإن الله لا يعذبه، من قتل وقتل فإن الله لا يعذبه في الآخرة، فهذه الحدود كفارة وطهرة له. فلذلك قلنا إن هذه الحدود تمنع من شيوع الرذيلة والفساد في المجتمع. ولذلك أتعلمون أن عدد الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم 5؟ عدد الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم 5، يدل على ماذا؟ يدل على أن الحدود هي من أعظم مطهرات المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية أو الجهنية، ورجم كذلك اليهوديين، ورجم تلك المرأة التي كان ذلك الغلام عسيفا عليها، أي أجيرا عندها. فهذه هي الخمس التي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن حد الرجم وإن لم يذكر في القرآن فإنه حد ثابت أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل شيخ أنس. أحسن الله إليكم شيخنا. فصل: تأملات في بعض عقوبات المعاصي. فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق بعضه. فمنها الختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها، والرين علي وجعل الأكنة عليها، بارك الله فيكم، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع، وتقلب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق، وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاثها ونكسها، بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر،
وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه. فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين الأذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى بالعرض الأبصار. وللجوارح بالعرض والتبعية. أحسن الله إليكم. وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش. ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة الشبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزي، وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر ولم ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين.
فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه فرحه، وطمأنينته، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته. أحسن الله إليكم، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه هذه وطمأنينة. كلها معطوفات، فإن طيب وسرور وفرح ولذة وابتهاج كلها معطوفات على اسم إنا. طيب يا شيخنا بارك الله فيكم، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته في ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، وهو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات نقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس الشيء أنفع له منها. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أحسنت، بارك الله فيكم. هذه النصوص البديعة والجميلة وهذه الزواجر التي سطرها ابن القيم، وهي بمثابة السياط التي تصوت القلب وتحفزه يعني تدفع مطيته إلى السير إلى الله سبحانه وتعالى، كله كلام حسن جميل. لا أدري أي شيء أعلق عليه وأي شيء أترك، لكن لعله يكفي من قلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما يحيط بالمعصم، فنعلق على بعض التي ممكن أن تكون مستغلقة. فيما مضى وقرأه الشيخ أنس أن القلب يظلم بالمعاصي حتى يكون كالليل البهيم. الليل البهيم معناه الليل الأسود شديد الظلمة، هذا معنى البهيم أي الذي فيه شدة الظلمة. ذكر في الصفحة 48 من هذه العقوبات التي ينالها العاصي أنه قال: الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار. الختم على القلب يعني الطبع عليه، وأن يغلف القلب بما فيه من باطل، فلا ينفذ إليه الإيمان ولا الخير، ولا ينتفع بأي شيء مع وضوحه له. والغشاوة على الأبصار يوضع غطاء على بصره، فيرى الحق ولا يستطيع اتباعه، ويرى السوء ولا يستطيع اجتنابه مع وضوحه، لأن هذه القلوب زاغت عن الحق وعن نور الإيمان ونور الوحي. قال: وجعل الأكنة عليها، الأكنة الأغطية، هذه القلوب تجعل عليها مثل الغطاء. أرأيتم يا إخواني ويا أخواتي لو أتينا بقارورة وأغلقناها بالغطاء من فوق رأسها ثم وضعناها تحت المطر، أينفذ لو نزل مطر الدنيا، لو نزل مطر وسيل هادر، أتنتفع هذه القارورة بشيء؟ هل يدخل شيء إليها؟ فهذه القارورة المقفلة لو جاء سيل لن تدخل قطرة إليها. كذلك القلوب التي أغلقت بالمعاصي والابتعاد عن منهج الله وعن وحيه تكون مثل هذه القارورة والزجاجة المغلقة عليها، فلذلك لا يستطيع الانتفاع بها ولا يجد فيها خيرا ولا ثمرة. ثم أيضا
ذكر في آخر صفحة 48: ومنها أي ومن هذه العقوبات جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه. ولذلك هذا الكتاب يا إخواني ويا أخواتي يفسر لك نفسك ويفسر لك الظواهر التي تعيشها في هذه الدنيا، فتعلم أن ما أنت فيه من الوحشة والضيق والنكد وكذا سببه الذنوب، وما تجده أيضا من الإشكالات في الزروع والثمار وقلة الأرزاق وقلة المال وشح الموارد وكذا وكذا، أن هذا عائل أيضا إلى هذه الذنوب والمعاصي. قال أيضا في صفحة 49: قال ومنها الخسف بالقلب. الخسف بالقلب، الخسف قال كما يخسف بالمكان، إذا خسفت الأرض فإنها تغور تهبط إلى الأسفل وتسقط، فكذلك هذا القلب يسقط ويخسف ويذهب نوره ويسقط في الرذائل، قال حتى يكون في أسفل سافلين. وتنبه قال وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، وكما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش، معناه يقول فتش في نفسك، فتش في نفسك إذا كنت تريد أن تعلم هل قلبك مخسوف به، حصل زلزال على قلبك أو لم يحصل، فتش في قلبك. إن كان قلبك يدور حول الرذائل والقاذورات والنظر في الإباحيات، وليس لك اهتمام إلا الذنوب الخلوات، ليس لك هم إلا كذا، ليس لك إلا هم إلا هذه الرذائل، فاعلم أن القلب هذا مخسوف به. وإذا كان قلبك يدور حول الأشياء العالية من تحصيل الرزق وصيانة الوجه وإعفاف الأسرة والقراءة والكتابة وحضور مجالس العلم وملازمة المساجد والفرح بأمور الخير والبغض لأمور الشر، فاعلم أن قلبك غير مخسوف به. ثم ذكر أيضا عقوبة قال ومنها مسخ القلب. المسخ في اللغة معناه تحويل الشيء عن صورته إلى صورة أقبح منه، تحويل الشيء من صورته إلى صورة أخرى هي أقبح منه، كما أن الله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير، لا شك أن صورة الآدمي أجمل وأحلى، فإن الله مسخهم وحولهم عن صورتهم إلى صور القردة والخنازير، كل ذلك بسبب اتباع الشهوات وطاعة الشيطان. ثم قال أيضا ومنها في الصفحة 49: مكر الله بالماكر. هذه من الصفات التي يعني الصفات الفعلية، وهي تأتي على المقابلة، فإن الله يمكر بالماكرين، فإن الله ليس بماكر ابتداء، وإنما من مكر بالله مكر الله به، ومن خادع الله خادعه الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا وعدنا وزدنا أن هذا الكتاب يعرفك بنفسك ويعرفك بالأحداث من حولك والمجتمع من حولك، أن كل الآفات إنما هي عائدة إلى الذنوب. ثم أيضا ذكر ومنها أيضا في صفحة رقم 50: المعيشة والضنك في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، أن الإنسان لا تزال نفسه ضيقة حرجة، لا يجد أنسا، لا يجد انشراحا، لا يجد هدوءا. ثم ذكر أيضا في خواتيم الصفحة رقم 50 قال وولم، هذا كلام جميل جدا، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، لا يجول إلا على الدنيا، ليس له هم إلا الدنيا، ومع ذلك هو في نكد وتعب وكذا وكذا. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يطلب الرزق الحلال ولا يبحث ولا يتعنى له، بل كان زكريا عليه السلام نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان داود حدادا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم راعي الغنم، وعمل مدير أعمال لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فليس هذا معنى أن الذي لا معنى هذا أن الذي لا هم له إلا الدنيا، لا يقيم وزنا لأمور الدين ونحو ذلك. ثم أيضا قال إنما جعل في آخرها إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا. هذا معنى الحياة الطيبة، اكتبوا، هي حياة القلب وإن قل الحظ من أمور الدنيا، هي حياة القلب وإن قل الحظ من أمور الدنيا. فليس معناه أن يكون عند الإنسان أموال كثيرة وقصور الحياة الطيبة. كم من الناس كما ذكرت لكم يوم أمس أن الدول التي تتنعم بالأموال والقصور نسب الانتحار فيها أكثر، والدول التي لا تكاد توجد فيها مقومات الحياة الأساسية نسب الانتحار فيها لا تكاد تذكر. هذا يدل على أن من عمل صالحا، المعنى الآية، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا معناه حياة القلب، معناه حياة القلب
وأيضا نعيم القبر ونعيم الآخرة. ولذلك سأقرأ عليكم نصا كتبه ابن القيم في شيخه ابن تيمية يوضح لكم هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: علم الله ما رأيت أحدا أطيب ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، ما رأى أحدا في حياة هنيئة سعيدة مثل ابن تيمية. يقول: مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهما، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. ثم ختم الكلمة بوصف يعجز عنه أهل البلاغة، قال: تلوح نظرة النعيم على وجهي. مع ما كان فيه ابن تيمية من سوء الحال والمعيشة والسجن قال: تلوح نظرة النعيم على وجهه. من رأى ابن تيمية رأى نور الإيمان وضوء الإيمان فيه يتفجر من وجهه. وتعلمون أن ابن تيمية سجن 7 مرات، سجن 7 مرات، وآخر سجنة سجنها كان مع أخيه، وقالوا إنه ختم القرآن ودارس القرآن مع بعض المشايخ في السجن 80 مرة في تلك السجنة الأخيرة. وابن تيمية آخر ما قرأه قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم فاضت روحه إلى مولاه رحمه الله ورضي عنه. فهذا هو معنى الحياة الطيبة. فقال طيب، ذكر أشياء هنا الوقت لا يتسع لذكرها للوقوف عندها. في الصفحة رقم 52 قال: ولا تتم له سلامته مطلقا، اكتب عند هذه شروط سلامة القلب. قال: من شرك يناقض التوحيد لا بد أن لا يكون القلب فيه شركا، هذه أول علامة لسلامة القلب، لأن القلب السليم هو الذي يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ما هي شروط القلب السليم؟ هذه فائدة، اكتب عندها شروط القلب السليم. قال: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكرى، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. كنا نود أن نتوقف عند بعض الشيء لكن الوقت لا يستوعب. اقرأ الفصل الذي يليه. أحسن قال: الله فمن إليكم أعظم شيخنا. عقوبات الذنوب، فمن أعظم عقوبات الذنوب في السطر الأخير الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أنت يا أيها المسلم مندوب إلى أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم في اليوم 17 مرة، 17 مرة تطلب الله الهداية ولزوم ذلك الصراط. اعلم إن الذي يخرجك عن هذا المسار هي الذنوب. الذنوب هي التي تخرجك عن مسار هذا الطلب الذي تدعو الله به ليلا ونهارا. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: أنواع الذنوب والمعاصي. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى 4 أقسام: ملكية ذكيتي وش نعم شيخنا ملكية ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية. ولا وسبعية، تخرج، سبعية مأخوذة من كلمة السبع. أحسن الله إليكم. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى 4 أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية. ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا الشرك بالرب تبارك وتعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه، وجعل له ند ند وجعل له ندا، وهو هذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر، والأمر بمعاصي الله وتحسينها، والنهي عن طاعته وتهجينها، والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه.
وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنسان ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله في ربوبيته. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن الذنوب أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهية. ملكية أنه يكون كالملك وهو الله صاحب الملك، وذلك قال كالعظمة والجبروت والطغيان في الأرض والعلو واستعباد الناس، هذه من الذنوب التي يقترفها بعض الناس. الثاني قال ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته. شرك به في معاملته يعني كالرياء والسمعة، فهو يعبد الله لكنه يدخل معه غيره قصدا آخر، وهو كالرياء والسمعة. قال وهذا الثاني الذي هو الرياء والسمعة قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل، لكنه يحبط العمل في هذا الأمر. ثم قال وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن أول ما قام عليه الشيطان بما جره إلى المعصية أنه حسد آدم عليه السلام: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، لولا ضيق الوقت لتوقفنا عند نقطة الحسد. الحسد يمكن أن يجر الإنسان إلى العلو، ممكن أن يجر الإنسان إلى الكبر، يمكن أن يجر الإنسان إلى القتل، يمكن أن يجر الناس إلى قذف المحصنات، يمكن أن يجر إلى أي ذنب. فإن إبليس ما نال من نعلة الله وغضبه إلا كان الدافع عليه الحسد الذي ولد لديه الاستكبار. فلذلك إذا رأيتم ما أعطى الله لعباده قولوا بارك الله لكم، الله يبارك لك، الله يزيدك، الله ينعم عليك، الله يوفقك، وأنت سيعطيك الله سبحانه وتعالى. فإن أهل العلم ذكروا أن بعض أهل العلم فيما استنبطوا معنى جميلا دقيقا، أن من الأحوال التي يرجى فيها قبول الدعاء أنك إذا رأيت نعمة عند إنسان أعجبتك أن تدعو الله أن يعطيك نعمة تريدها. واستنبطوا هذا من قول الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، مريم ما عندها زوج، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الآية التي تليها؟ قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ماذا كان الجزاء؟ لاحظوا الفاء التي تعني التعقيب: فنادته الملائكة رغم كبر السن والزوجة عاقر ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى رزقه بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فتنبهوا لداء الحسد، هذا داء يعني مشكلته كبيرة. طيب، ثم قال وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان إلى آخره واضحة. قال وأما الذنوب البهيمية التي هي الفرج والبطن والحرص ونحو ذلك، الشره معناه النهم وعدم الشبع مع شدة الحرص. قال وأما السبعية، السبعية من التي بيناها بضم الباء، السبع ما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال وهذا القسم يعني الذنوب البهيمية التي هي كأكل المال الحرام والزنا ونحو ذلك، هي أكثر ذنوب العباد. ثم ذكر في الصفحة 54 قال ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، أن الإنسان إذا أطاع الشهوة البهيمية وأعطى النفس هواها ومرادها قادته إلى الأنواع الثلاثة. قال فهو يجرهم إليها بالزمام. ما معنى الزمام؟ الزمام هو ما تقاد به البهيمة، ما تقاد به البهيمة والدابة يسمى زماما. ثم قال ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك
والدهليز هو المدخل والمسلك. الدهليز هو المدخل ما بين الباب والدار، فيسمى دهليز هو المدخل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: الذنوب صغائر وكبائر، وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم لا، والأئمة على أن من الذنوب صغائر وكبائر. أحسن الله إليك. الذنوب صغائر وكبائر، وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوته في درجاتها بحسب منافاتها له. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته. وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا، أو يقبل فيه شفاعة، أو يستجيب له في الآخرة دعوة، أو يقبل له فيها عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه. نعم، أورد هذا الباب بيان خطورة أمر كبائر الذنوب، وأكبرها وأجلها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينافي معنى العبودية. فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، لست عبدا لغيره سبحانه وتعالى. وقال: فمن كان فقد ظلم، لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. والظلم في اللغة، الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم في اللغة أخذ وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك تقول العرب: ظلم الأرض إذا حفر في موضع لا ينبغي له أن يحفر فيه، فيقولون ظلم الأرض. ونقيض الظلم هو الحكمة، وهو وضع الشيء في موضعه، فكل شيء وضع في موضعه اللائق به هو الحكمة، وكل شيء وضع في غير موضعه فهو ظلم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: الشرك وأنواعه. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: قال فرعون: وما رب العالمين. وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو على ثلاثة أقسام:
أولا تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، ثانيا وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، الثالث وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. النوع الثاني الشرك، من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الشرك أنواع، منها شرك التعطيل وهو أقبح الشرك كشرك فرعون، إذ قال فرعون وما رب العالمين، فعطل الله سبحانه وتعالى عن إلهيته وربوبيته وجعل نفسه مكان الله، إذ قال أنا ربكم الأعلى، فهذا أعظم الشرك وأقبحه. ثم قال والشرك والتعطيل متلازمان، ثم قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل ثلاث أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو الحيلولة بين العباد وتوحيد ربهم سبحانه وتعالى، فالعبد وهو المصنوع مألوه فطرة على أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، فإذا عطل نفسه عن هذا التوحيد وعن هذه العبادة فهذا يرجع إلى هذا الشرك. ثم قال وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس، مقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه، كأن يجحد وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، عطلوا اسم الله أو يعطلون أوصافه كما يفعل بعض المعتزلة والجهمية من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، أو كما يفعل المعتزلة والجهمية. وأيضا قال وتعطيل معاملته على ما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، كالبعد عن العجب والرياء والسمعة ونحو ذلك. ثم أورد بعض أنواع الشرك في الأمم السالفات ونحو ذلك. ومن الشرك الذي أنبه إليه في هذا الزمان وهو الذي فشى وانتشر كثيرا شرك الطاقة والأبراج، شرك الطاقة والأبراج، وخصوصا أخواتنا النساء يتنبهوا لمثل هذا الأمر، فعند أهل الطاقة والذين يبيعون الوهم كما عند يعني المرأة المشهورة هذه سمية الناصر وغيرها يبيعون الوهم، بل فعلوا في بداية السنة الميلادية ما يسمونه بإطلاق، أنها يعني فعلت لهم النوايا، أمرت النساء ومن شاركوا في برنامجها أنهم يعقدون نوايا في قلوبهم وهي التي تفعل لهم، كأن الناس وقلوب الناس آلة هي التي تفعل لهم نية السنة الجديدة، هذه تريد رزق، هذه تريد زوج، هذه تريد إنجاب، هذه تريد، وهذا شيء لا تقبله العقول فضلا عن من عنده توحيد. معاذ الله، كيف لعاقل أن يصدق مثل هذا؟ والاشتراكات عندها أرقام مليونية، هذا من مناقضة التوحيد. فلا شيء أحد يملك القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولا أحد يستطيع أن ينجز لك شيئا ولا أن يوفقك لشيء إلا الله. عند أهل الطاقة، الطاقة إله، أنت تتفاعل مع الكون وتجذب ما تريد. ومما ذكره أحد أهل الطاقة ونحو ذلك أن امرأة أحبت صديقا لها في الدوام فتريد أن تجذبه إليها، فنصحها أحد أهل الطاقة قال لها، وهذا والله لا أقوله لكم من باب الخيال بل سمعته بأذني، يقول أحد المشايخ يحكي عن هذا الذي هو من أهل الطاقة، يقول هذه المرأة التي أحبت صديقها في الدوام وتريد أن يتزوجها أمرها هذا الذين يبيعون الوهم وأهل الطاقة وهذا هذه الأشياء الريكي وغيرها، قال لها اجلسي، يعني اجعلي سريرك قسمين كأنه سرير زوجين ثنائي، نامي في جهة واتركي جهة وتفاعلي مع الكون وطاقات الكون وتخيلي أن هذا يوما ما سيكون معك. وأمرها كذلك في دولاب المنزل، هذا لا تظنوه نوع من الخيال، هذا موجود في زماننا، وكذلك في دولاب الملابس قال لها اجعلي دولابك قسمين، وضعي ملابسك في قسم واتركي القسم الثاني وتفاعلي أنه سيأتي يوم وتضعين ملابس هذا الرجل. وكذلك
في موقف السيارة عند البيت في الجراج، اجعلي موقفين، موقفا لك وموقفا تتخيلي أن هذا أنك تتفاعلي مع الطاقة وتجذبين هذا إليك، يسمونه الجذب والطاقة وغيرها. فهذا أمر وداء خطير دب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي نفسها ما كان عند السحرة، وإنما هو بلبوس عصري. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يعرض الإنسان دينه لهذه، ولا يجوز له أيضا أن يتفرج في القنوات التي تتكلم في أمور التكهن وقراءة الفنجان ولو من باب الفضول، هذا أمر ينبغي للإنسان أن يجتنبه. كذلك مما ينبه إليه الأبراج، برج الأسد، برج الجوزاء، اللي ولد في برج كذا عنده طبيعة كذا، واللي ولد في برج كذا طبعهم كذا، هذا كلام بعيدا عن التوحيد. أن من ناحية التوحيد شرك، وهو يعني شرك التنجيم ثلاثة أنواع إن شاء الله أتكلم عنه غدا، لكن أعطي خلاصة. من الناحية العقلية هذا لا يستقيم يا إخواني يا أخواتي. كيف نقول أن الذين ولدوا في البرج الفلاني عندهم حظوظ وعندهم مهارات معينة وكذا وكذا؟ أنا أسألكم أسئلة، عدد الذين ولدوا مثلا، نقول البرج يتفاوت ما بين 28 يوم أو أقل أو أكثر، نفرض نقولها بالشهور مثلا ليفهم الناس. نفرض مثلا عدد المواليد في الدنيا كلها في شهر يناير هذا اللي نحن فيه، كم هم؟ كم عدد المواليد في شهر يناير في الدنيا كلها؟ افتراضا وتنزلا وجدلا نقول 1,000,000 مولود. هل يعقل أن تتحد طباعهم وتتحد صفاتهم وتتحد حظوظهم؟ أبالله عليكم هذا كلام يعقل من الناحية العقلية بعيدا عن الحجاج الشرعي؟ هل يمكن أن يتفق هؤلاء وتكون حظوظهم وتكون مهاراتهم وما سيحصلون عليه وطبيعة أمزجتهم ستكون واحدة؟ هيهات هيهات. بل أقول لكم ما هو أشد من هذا، انظروا إلى الذين يولدون في يوم واحد. أنا لي أخواني توأمان أصغر مني، لي أخواني توأمان أصغر مني، ولدوا الفارق بينهم لا يزيد على 5 دقائق في الولادة، وفرق بين شخصيتيهما، وفرق بين طبائعهما، وفرق بين حظوظهما في الدنيا. هذا أتكلم عن أخويا. فكيف يعقل أن يقال هذا كلام بعموم من ولدوا في برج واحد؟ فتنبهوا، وخصوصا أخواتنا النساء، بل إن علم تحليل الأبراج اليوم يعني النساء تدفع فيه المال لأجل أن يحلل لها، تدفع 100 150 200 ريال، فهذه كلها من أخذ أموال الناس بالباطل بهذه الحيل المقيتة التي أخذوها باسم الأبراج. طيب، الباب الذي يليه فيه نوع طول، وقد جاوزنا الوقت ما يقرب 10 دقائق، فلعلنا نتوقف عند هذا القدر. ولا أظن غدا أننا نستطيع الختم، لكن نحاول، إن لم نستطع فنرجو منكم العذر والسموحة، أن يكون يوم الرابع لتتحقق الفائدة الكبرى، وإلا لو كان فقط نقرأ من دون أن نعلق ما أطلنا، ولكن ثمة أشياء تحتاج إلى وقوف عندها وتبيين ونحو ذلك. فإن يسر الله إن شاء الله يكون لقاء رابع. وأعتذر منكم، كان الإعلان أنه سيكون 3 مجالس، ولكن هذه الفوائد والجواهر والدرر والغرر التي كتبها وسطرها ابن القيم، وكتب هذه الكلمات البديعات والرائعات الجميلات، ما يمكن أن تتجاوز بعض الأشياء، لا بد أن يعلق عليها، وخصوصا أن هذا الكتاب يعالج المشكلات التي نحن بصددها. هو الآن يا إخواني يا أخواتي، الخيار خياران، إما أن نأخذ مجلس غدا، مجلسا بعد الفجر ومجلسا بعد الظهر وننتهي، أو نضيف يوما رابعا، ولعلنا نضع إن شاء الله التصويت وأنتم تصوتون إن كنتم تريدون أن يكون غدا مجلسين، مثلا نبدأ من 7:30 أو 7:40 دقيقة إلى 1:30 مثلا، ثم بعد الظهر مجلس الأخير ونختم، فأنتم بالخيار. وإن كنتم تريدون يوما رابعا فإن شاء الله يكون كما ترون، سنضع، والتصويت للأكثر والغلبة للعدد الأكبر بإذن الله تعالى. جزا الله الشيخ القارئ أنس خير الجزاء، وشكر الله لكم إنصاتكم ومتابعتكم. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. اللهم خلص نياتنا، اللهم خلص نياتنا، اللهم ابعدنا عن الرياء والسمعة، اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة
والنجاة من النار والفوز بالجنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا ليتعلموا ما قال ما قلت وما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم انظر إليهم نظرة رحمة وإحسان، اللهم أعطهم أمنياتهم، اللهم وفقهم ومدهم بمدد منك، وأعنهم من كان يشكو ذنبا يؤرقه أو شهوة تضنيه وتشقيه وتتعبه. اللهم أمده بمدد منك واصرف عنه ذلك الشر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد بناتنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم ألزمهم الصراط المستقيم، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم ولمجتمعاتهم ولأمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل الخير والسلامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء، فأدركنا أي رباه وارحم وأنعمي، وأشربنا أي رباه في القلب حب ما تحب وكره كل غي ومأثمي. ونسألك اللهم منك إعاذة من الحور بعد الكور والبوء كالعمي، وأصلح لنا اللهم الآخرة التي إليها رجوع وحبنا دار منعمي، لنا من إذا خيبتنا ربي فاستجب دعاء وبالخيرات يا ربي سممي. وصلي على خير البرايا محمد وأصحابه غر الميامين سلمي، وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي. وصل إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.